كما وأكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المشاركة الواسعة من المواطنين في الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2022 تعكس واعيا وطنيا وإدراكا للمسؤولية والواجب الوطني وممارسة الحقوق السياسية وترسيخ المبادئ الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في استدامة مسيرة النماء والازدهار التي تزخر بها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. واشار معاليه الى ان الاسهام الايجابي من المواطنين في انجاح العمليه الانتخابيه يعتبر دعما ومسانده للمشروع الاصلاحي لجلاله الملك المعظم ايده الله